ورحمة الله وبركاته، بناتي طالبات الصف الخامس الابتدائي، أسعد الله مساءكم. سوف نبدأ الآن تدريبات على عامة على الوحدة، تدريبات نحوية من الكتاب المقرر وكتاب الأنشطة المقرر، عن درس المضاف والمضاف إليه. تدريبات نحوية من الكتاب المقرر وكتاب الأنشطة. أولاً، ضع خطاً تحت المضاف إليه فيما يلي. لكي نحدد أين المضاف والمضاف إليه، لابد أن نبحث عن أركان الجملة. وما هي أركان الجملة؟ نقسم الجملة على جملة اسمية، جملة اسمية، وجملة فعلية. ما أركان الجملة الاسمية؟ الجملة الاسمية أركانها إيه؟ المبتدأ والخبر. أما الجملة الفعلية فأركانها الفعل والفاعل والمفعول به إن وجد. هيا نطبق هذا الكلام. أحب قراءة القصص. أحب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والمفعول به وقراءة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. وجئنا بكلمة القصص لكي نحدد أي نوع قراءة أنا أحبه أو أفضله، وهو قراءة القصص. القصص مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. قراءة مضاف والقصص مضاف إليه. الجملة الثانية، اشتركت في مجلة الحائط. اشترك فعل ماضي والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، وفي حرف جر، ومجلة اسم مجرور بفي وعلامة جر الكسرة. الحائط مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. أي مجلة؟ يتحدث عن أي مجلة؟ فخصصت كلمة مجلة أو حددتها بكلمة الحائط. السؤال التالي، ساعد المعلم بتعاون التلاميذ. ساعد فعل ماضي، والمعلم فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، وبتعاون الباء حرف جر، وتعاون اسم مجرور بالباء وعلامة جر الكسرة، والتلاميذ مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. بتعاون من؟ بتعاون المعلمات، بتعاون الإدارة. جئنا بكلمة التلاميذ لكي نحدد أي تعاون، أي تعاون، تعاون من؟ التلاميذ. كتاب التلميذة نظيف. كتاب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والتلميذة مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة، ونظيف خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المثال الثالث، قرأت في المكتبة قصة رجلين مخلصين لوطنهما. قرأ فعل ماضي والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، في حرف جر، المكتبة اسم مجرور بفي وعلامة جر الكسرة. قصة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قصة من؟ قصة رجلين. رجلين مضاف إليه مجرور وعلامة جر، وعلامة جر الياء لأنه مثنى. مخلصين لوطنهما، اللام حرف جر، وطن اسم مجرور باللام وعلامة جر الكسرة، وهما ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. لقد أشرت سابقا إلى أن أي ضمير متصل باسم يعرب مضاف إليه. أي ضمير اللي هو هما متصل باسم اللي هو وطن يعرب مضاف إليه. تخير الصواب مما بين القوسين. قسم المعلم تلاميذ الفصل إلى مجموعتين. الفصل مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. كل المهندسين مخلصون. قد اتفقنا سويا أن أي اسم يأتي بعد كل يعرب مضاف إليه. المهندسين مضاف إليه مجرور وعلامة جر الياء لأنه جمع مذكر سالم. تفوق التلميذ بسبب اجتهاده. اجتهادي مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. برع التلميذ في الحاسب الآلي بعد دورتين للتدريب عليه. دورتين مضاف إليه مجرور وعلامة جر الياء لأنه مثنى. أكمل مكان النقط بمضاف إليه. أتقن التلميذ البحث في الإنترنت
بعد تدريبه عليه أو تدربه عليه. تقديمنا وقت، وقت ماذا؟ وقت الراحة، وقت الإجازة، وقت الراحة في الاطلاع. نخصص الكلمة، نخصص كلمة وقت بكلمة بعدها وهي إيه؟ الراحة. بدأت الندوة بعرض درسين، شرحين، عرضين لاثنين من معلمي اللغة العربية. انتقل إلى السؤال التالي. أعرف ما تحته خط فيما يلي: وطن بالحق نؤيده وبعين الله نشيده. وبعين الباء حرف جر، وعين اسم مجرور بالباء وعلامة جر الكسرة، والله مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. لا تنظروا إلى هذا الكلام خاطئ. سعيا أبدا، سعيا سعيا لأسير المجد والعليا. اللام حرف جر، وأسير اسم مجرور باللام وعلامة جر الكسرة، والمجد مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. مكارم الأخلاق ترفع من شأن الإنسان. مكارم مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، والأخلاق مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. انتقل إلى السؤال التالي. ضع خطا تحت المضاف إليه في كل جملة مما يأتي: لون البرتقالي أصفر. لون مبتدأ والبرتقالي مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة، وأصفر خبر. طعم العنب لذيذ. طعم من؟ طعم العنب. العنب مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. صوت الأسد مفزع. الأسد مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. لون الزهرة جميل. الزهرة مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. جميع هذه الجمل يا بناتي هم تتكون من مبتدأ وخبر، وأركان الجملة اكتملت: المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر. جميع الجمل أركانها قد اكتملت، وبالتالي جئنا بالمضاف إليه في الوسط. أحب قراءة المجلات. المجلات مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. تلاميذ المدرسة. المدرسة مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. ارتفاع المئذنتين كبير. المئذنتين مضاف إليه مجرور وعلامة جر الياء لأنه مثنى. جهود المعلمين مشكورة. المعلمين مضاف إليه مجرور وعلامة جر الياء لأنه جمع مذكر سالم. السؤال التالي: أجعل كل اسم مما يأتي مضافا إليه في جملة مفيدة مع ضبطه بالشكل. أتركه لكم. أكمل مكان النقد بمضاف إليه مناسب: أبناء من؟ أبناء مصر. نأتي بكلمة تخصص الكلمة التي قبلها: أبناء مصر مخلصون. إتقان. إتقان أي؟ إتقان العمل واجب. يجلس الفلاح ليستريح تحت الشجرة. قد اتفقنا سابقا ظرف الزمان والمكان ما يأتي بعدهم يعرب مضاف إليه: تحت ظرف مكان والشجرة مضاف إليه. لم أقرأ في الإجازة سوى القصص. أيضا اتفقنا أن الكلمة التي تأتي بعد سوى تعرب مضاف إليه. قابلت بعض الأصحاب في النادي. أيضا الكلمة التي تأتي بعد تعرب مضاف إليه. الأصحاب مضاف إليه. أعرب ما تحته خط في الجمل الآتية: أحب قراءة القصص حبا كثيرا. أحب قراءة أي؟ القصص. القصص مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. حبا، أحب حبا، حبا مفعول مطلق. طيب ما نوع هذا المفعول المطلق؟ نوعه أي؟ مبين للنوع. تتذكرون كما درسناه سابقا: إخلاص الصديقين أمر واجب. إخلاص مبتدأ، والصديق مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والصديقين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. أذهب إلى المدرسة طلبا للعلم. إلى المدرسة. المدرسة اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة، وطلبا مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة.
قرأت كتابا